بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعلم أولا أنني قادم من سبق، وما تهيأت للقاء ولا للإلقاء كلمة، ولكن نزولا على رغبة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورغبة القائمين على جمعية تحفيظ القرآن، فإنني أقدم ما أستطيع وما تيسر، وتعذرونني عما لا أستطيعه أو ما يغيب عني في هذه الجلسة. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم جميعا رحمة الله وبركاته، ونشكر الله سبحانه، ثم نشكر لصاحب السمو الأمير في حضوره وتشجيعه، ونشكر كل من سعى في هذا الاجتماع وهيأ له، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لا شك أيها الإخوة أن الأمن له أهمية عظيمة في حياة الأمم، ولهذا اهتم به القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، اهتم به أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه لما دعا لمكة والبيت الحرام، فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وقال عليه الصلاة والسلام رب اجعل هذا البلد آمنا ولمبني وبني أن نعبد الأصنام. الله جل وعلا امتن على قريش، امتن عليهم بأن رزقهم الأمن ورزقهم الطعام والشراب وما يحتاجون إليه، قال سبحانه وتعالى لإيلاف، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال سبحانه وتعالى في آيات أخرى مانا على عباده بما بسط لهم من الرزق وما وفر لهم من الأمن، ولكن الأمن مقرون بالإيمان. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، مرافق هنا الشرك، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فمن أشرك بالله وعبد مع الله غيره فقد وضع العبادة في غير موضعها، فهذا ظلم وهو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، نسأل الله العافية. فالأمن مطلب عظيم، والله جل وعلا بسطه على أهل مكة
حول الحرم حول الكعبة المشربة، وذلك ليأمن من قدم إلى هذا البيت حاجا أو معتمرا أو معتكفا، وليؤدي عباداته في هذا الحرم آمنا مطمئنا. والله جل وعلا قال: وسواء العاكف فيه، يعني المقيم فيه، والبال وهو القادم عليه، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله جل وعلا امتن على أهل هذا البيت الحرام ومن حوله لأن بسط لهم الأمن. كان الرجل يلقى قاتل أبيه في المسجد الحرام فلا يتعرض له بسوء حتى يخرج من حدود الحرم، وهو كافر يحترم هذا الحرم فلا يريد قاتل أبيه مع حرصه على التمكن منه، ولكنه يحترم المكان ويحترم حرم الله ويحترم ما حرمه الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. كانوا يرحلون عن التجارة الشتاء إلى جهة اليمن، وفي الصيف يرحلون إلى جهة الشام رحلة الشتاء والصيف. فهاتان الرحلتان الشتاء والصيف امتن الله بهما على قريش ليجلبوا الأرزاق ويوفروا الأرزاق لساكن هذا الحرم. فهذا يدل على عظمة هذا البيت وعظمة هذا الحرم. قال تعالى: ومن دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا. قال العلماء: معنى الآية أمنوه، هذا أمر أن يؤمن من دخل الحرم، ومن دخله كان آمنا. فالأمن هو مقلب الأمم والشعوب، ولكن الأمن لا يتوفر على الوجه المطلوب إلا مع توحيد الله وإفراده للعبادة. وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن مقرون بعبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده للعبادة، وهذا هو الأمن المطلق، لأن الأمن على قسمين: أمن مطلق ومطلق أمن. فالأمن المطلق هو الذي لا خوف معه، ومطلق الأمن قد يكون معه خوف. والله من على البلد الحرام وأهله للأمن المطلق، الأمن المطلق الذي ليس معه خوف. وكان الرجل كما ذكرت وكما ذكر العلماء يلقى قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له بسوء حتى يخرج من الحرم، وهم في جاهليتهم لكنهم يعظمون ما الحرم ولا يبعدون ولا يهيجون من دخله. واليوم ولله الحمد هذا الحرم الآمن جعل الله قياما على ولايته وعلى صيانته هذه الدولة
المباركة الدولة السعودية التي من الله عليها لأن ولاها شؤون هذا الحرم العظيم وفتح لها باب الرزق حيث لا تحتاج إلى من يساعدها أنبع الله عندها البترول هذا لتستعين به على مصالح هذا الحرم وتأمينه فهذا من آيات الله عز وجل أن الله من على هذه الدولة لأن أغناها وأعطاها بحيث لا تحتاج إلى غيرها وهذه الدولة تنفق هذا المال بسخاء على حماية هذا الحرم وعلى تأمين من دخله وعلى تأمين الطعام والشراب لهم وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فالحمد لله على فضله وإحسانه بلادنا والحمد لله تحت ظل هذه الدولة المباركة هذه العقيدة عقيدة التوحيد والدعوة إلى الله نعم عظيمة نعيشها ولله الحمد يبقى أن نشكر الله عليها والشكر ليس بأن تقول الحمد لله الشكر لله فقط الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل لا بد هذه الأركان الشكر الشكر باللسان أن تحمد الله والشكر بالقلب أن تعترف أن هذه النعمة من الله لا بحولك ولا بقوتك والركن الثالث أن تصرف هذه النعمة التي أعطاك الله في طاعة الله وما يرضي الله عز وجل هذه أركان الشكر والله جل وعلا من علينا منة عظيمة بين سائر العالم حيث جعل ولاية هذا البيت العتيق وهذا الحرم الشريف من مسؤوليتنا فهذا شرف لنا يجب أن نشكر الله عليه وأن نحمد الله عليه وأن نسعى بكل جهد وبكل طاقة لتأمينه وتأمين من يدخله ومن يأتي إليه سائر أقطار الدنيا فإن هذه نعمة ومنحة من الله عز وجل مكننا الله منها وأعطانا أو ولانا القيام بها فعلينا أن نشعر بهذا بهذه المسؤولية العظيمة وأن نشكر هذه النعمة العظيمة وأن نعرف قدرها وأن نكون عونا لمن يأتي إلى هذا الحرم حاجا أو معتمرا أو معتكفا أن نكون عونا له على مهمته حتى يرجع إلى أهله قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يبلغ مأمنه فالحمد لله هذه منة عظيمة منحنا الله إياها وكلفنا بها وحملنا مسؤوليتها فعلينا أن نحمل هذه الأمانة العظيمة وأن نؤديها على الوجه المطلوب وأن نشكر الله على هذه النعمة التي خصنا الله بها من بين سائر أهل الأرض وهي رعاية من يأتي إلى هذا البيت العتيق من حين يقدم إلى أن يخرج إلى أهله ونحن نؤمنه ونحن نسعى في خدمته ونحن نوفر له الطعام والشراب ونحن نقوم بمصالحه
هذه منة عظيمة ومنحة كريمة من الله سبحانه وتعالى. فنحن والحمد لله في هذه البلاد وهذه الدولة المباركة، وهذه الأعظم من ذلك تحكيم شرع الله، تحكيم شريعة الله، تحكيم الشريعة التي أمر الله بها. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فالله جل وعلا أمرنا أن نحكم بين الناس، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. كل هذا والحمد لله متوفر لدينا الأرزاق والنعم، وهذا الحرم الشريف، هذا الحرم الشريف قريب منا، ونحن محملون مسؤوليته ومحملون خدمة من يأتي إليه ويفد إليه، ومن وراء ذلك الأجر العظيم والتمكين في الأرض. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فنسأل الله عز وجل أن يتم هذه النعمة وأن يبقيها علينا، وأن يعيننا على شكرها وذكرها. والشكر له ثلاثة أركان، شكر النعمة له ثلاثة أركان: التحدث بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة مسقيها وموليها. هذه أركان الشكر. لا يكون الشكر باللسان فقط، بل لا بد من هذه الأمور، الشكر لله عز وجل. فنحن في نعمة عظيمة، مسؤولية كبيرة، ونحن والحمد لله نمتاز على غيرنا من سائر أهل الأرض لهذه النعمة العظيمة، لهذه النعمة العظيمة أن الله جل وعلا جعلنا نخدم الحجاج والمعتمرين والقادمين إلى هذا البيت العتيق بما يحتاجون إليه. والله جل وعلا أمد هذه البلاد، أمدها بنعمة عظيمة، بنعمة التوحيد. فلا تجد في هذه البلاد، لا تجد في هذه البلاد صنما يعبد، ولا تجد فيها قبرا يدعى من دون الله، ولا تجد في هذه البلاد مظهرا من مظاهر الشرك. حماها الله وطهرها لدعوة الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كانت هذه البلاد قبل دعوة الشيخ متفرقة متشتتة، كل قرية تحكم نفسها ولا تخضع للقرية المجاورة. فهم دول كثيرة صغيرة متجاورة في هذه البلاد. فلما جاء الله بهذه الدعوة المباركة، لما جاء الله بهذه الدعوة المباركة واستجاب لها أهل هذه البلاد، قاموا بها وحموها، ملكوا كل البلاد كلها تحت سلطتهم. كل ما يحوطه اسم هذه البلاد فهو تحت هذه الدولة المباركة. بدل أن كانت كل قرية تحكم بنفسها، حتى قال صاحب التاريخ إن هناك بلدة في نجد فيها أربعة حكام سمونها المربعة، فيها أربعة أمراء، قرية واحدة فيها أربعة أمراء. فلما جاء الله بهذه الدعوة ودخل فيها أهل هذه البلاد وحملوها وحموها، فإن الله مكنهم من كل قرية ومن كل مدينة ومن كل بر وبحر، مكنهم الله عز وجل في هذه الدولة وهذه الدعوة وتحكيم الشريعة، تحكيم الشريعة بين الناس. كل هذه أسباب لهذه النعمة التي نعيشها.
فعلينا أن نتمسك بهذه النعمة وأن نسأل الله الثبات عليها، وأن لا نسمح بدخول الأفكار الوافدة والضالة إلى بلادنا وإلى أبنائنا وإلى سكان هذه البلاد. لا نسمح لأفكار ضالة، لأفكار منحرفة أن تقدم إلينا وأن تعيش في رؤوس أولادنا وإخواننا. علينا أن نحفظ هذه النعمة وأن نداوم عليها وأن نشكرها، فليس بعد هذه النعمة نعمة تذكر. كل النعم تتلاشى بعد نعمة التوحيد ونعمة تحكيم الشريعة القرآنية. هذه كلها والحمد لله أسباب. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نسأل الله أن يثبتنا على هذه النعمة وأن يمدنا بنصره وتوفيقه وإعانته وأن يجعلنا من الدعاة إليه على بصيرة، وأن يجعلنا من الذين يقولون ويعملون، يقولون الحق ويعملون به، لا الذين يتكلمون ولا يعملون ولا الذين يعملون بغير دليل. فالله جل وعلا أمرنا وكلفنا أن نقرأ في كل ركعة من صلاتنا نقرأ سورة الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم المذكورون بقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم، وهم من أعطاهم الله العلم ولم يعملوا به. ففي مقدمة هؤلاء اليهود عندهم علم ولا يعملون به، فهم مغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم الذين يعملون بدون علم بالبدع والمحدثات وما لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وإنما يتبعون العوائد ويتبعون ما وجدوا عليه آباءهم، فهم لا يهتدون لأنهم لم يطلبوا الهداية من الله سبحانه وتعالى. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر نعمه وأن يزيدنا منها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هذه الكلمات النيرة والتوجيهات السديدة، نفعنا الله بها وقد أكد فضيلته على شكر نعمه جل وعلا، ومنها نعمة الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة في المملكة العربية السعودية، واهتمام ولاة أمرنا حفظهم الله بذلك، واهتمام الدولة المباركة بالحرمين الشريفين ومن يقصدهما من الحجاج والمعتمرين التي خصنا الله بها، وتحكيم دولتنا للشريعة الإسلامية، ثم
شدد فضيلته جزاه الله خيرا ألا نسمح بدخول أفكار ضالة ومنحرفة عند أبنائنا وأن نكون من أهل الصراط المستقيم. هذا السؤال فضيلة الشيخ يقول: يتجاذب الشباب اليوم هم الإفراط وهم التفريط، فلماذا ينصحهم معاليكم للسير على ما سار عليه السلف الصالح في عدم الوقوع في الذكر المنحرف؟ نعم، هؤلاء الشباب أمانكم عندنا، مسؤولون عنهم، توجيههم، حمايتهم من الأفكار الضالة والآراء المنحرفة، وهم أمانة حملنا الله إياها، وذلك بأن نحرص على تدريس العقيدة الصحيحة لأبوابها ومسائلها حتى يعرفوا كيف يعتقدون، وتدريسهم الفقه حتى يعرفوا كيف يدبرون أمورهم وكيف يحكمون بين الناس، وندرسهم التاريخ أيضا حتى يعرفوا الحوادث التي مضت ويعتبروا بها، ويعرفوا أن ما جرى في التاريخ من نكبات وعقوبات إنما هو التفريط لهذا الدين، سببه تفريط لهذا الدين، وما في التاريخ من نصر ذكر النصر والتمجيد إنما هو بسبب التمسك بهذه الشريعة وتعلمها وتعليمها ونشرها بين الناس والحكم بها، ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فاحذرهم أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه، فهذا هو الواجب علينا جميعا. نعم. هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ يقول: تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم من أعظم أسباب وقوع الشباب في الفكر المنحرف، فبماذا تنصحونهم لتلافي الوقوع في ذلك؟ أولا لا بد أن نمحص المناهج الدراسية بدراسة العقيدة، دراسة الفقه، دراسة الحديث والتفسير، دراسة هذا العلم وهذه الشريعة، لا تكون المناهج مجرد كلام لا معنى له أو تدخلها أفكار من هنا وهناك، مناهج التدريس يجب العناية بها، المقررات يجب أن تختار الكتب المفيدة النافعة، لا يقرر أي كتاب لم يفحص ولم يعرف ما فيه، ولا نعهد بتأليف الكتب إلى أناس ليس عندهم معرفة، وإنما نأكلها إلى العلماء الذين يدونها ويشرفون عليها ويراقبونها، لا بد من هذا. نعم. السلام عليكم. السلام. سمحة الوالد، هيك أحدثنا الإنسان ذات مداخلة بسيطة، وهي الدكتور عبد العزيز سأل عن وسائل التواصل الاجتماعي، لا شك أن المناهج لها دور فاعل وأنها فعلا تستوجب منا أن يعني نقوم بطبع المناهج الإسلامية الصحيحة والنقية في تعليم أبنائنا، ولكن الآن جاءتنا كتب لم نؤلفها، جاءتنا كتب مؤلفة من خوارج من خارج البلاد، وغزو ثقافي وغزو فكري، والجهات الشرعية أو أي كبار العلماء على سبيل المثال أو الجامعات عليها دور كبير لأنها تدخل هذا الحقل، حقل وسائل التواصل الاجتماعي، لأن أصبحوا الجميع لم يعودوا للكتب أو وسائل الإعلام الرسمية مثل التلفزيون أو الراديو أو غيره، تجد في التلفزيون آلاف القنوات التي
لم يسيطر عليها من هذه البلاد المباركة أو قنوات إذاعية، لم يسيطر عليها من هذه، وإنما تأتينا قنوات من الخارج ومؤدرجة تريد أن تلوث أفكار شبابنا. كما أن هناك مواقع إلكترونية سواء في وسائل التواصل في تويتر أو في وسائل أخرى أصبحت تغذي أفكار الشباب بالفكرة، بل تشكك في منهج هيئة كبار العلماء، وأصبحوا يستخدمون ويتصيدون الشباب بتغذية أفكارهم. هذا هو الحقيقة السؤال، إذا سمحتكم وفضيلتكم تكون الضوء عليه. حفظكم الله، شكرا لله. بارك الله فيك، هذا سؤال مهم، وهذا هو الذي يدور عليه حديثنا وكلامنا في هذه الجلسة، أننا لا نسمح للأفكار الوافدة سواء كانت وافدة مع في أفكار رجال قادمين إلينا أو في كتب رددتنا من هنا وهنا أو في صحف أو ما أشبه ذلك، وسائل إعلام عندنا شيئا، وسائل الإعلام ووسائل التعليم لا بد من مراقبة هذين الفريقين، وسائل الإعلام ووسائل التعليم، فإن غفلنا عن هذين رجعنا الفكر المنحرف من خلالهما ونحن غافلون عن ذلك، لا ندري ما يدور في السائل. أنا أخبر إن المدارس الابتدائية عهدناها ودرسنا فيها، كان الذي يتخرج منها من السادسة يحفظ كشف الشبهات، يحفظ كتاب التوحيد، يحفظ كشف الشبهات، يحفظ آداب المشي والصلاة، يحفظ الأربعين النووية في الحديث، يحفظ بالنحو كتابا شاملا من أول النحو إلى آخره، فيخرج طالب الابتدائي أكثر تحصيلا من اللي تخرج من الثانوي والمعاهد العلمية، هذا وهو طالب من الابتدائي، لأن الابتدائي هو الأساس الذي يبنى عليه، فإذا ضاع الابتدائي لا تجعل الدرس فوق شيء، فإنك تدرس على حياة هذا الأساس، الابتدائي هو الأساس، يجب العناية به من أجل أن تبنى عليه الدراسات الثانوية والدراسات العليا، وإذا كان الابتدائي ضائعا ما في فائدة، لو درست كتب الدنيا ما كمل. هذا فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول: بالنسبة لنا طلاب جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، من الله علينا بحفظ القرآن الكريم أو بعضه في طريقنا إلى حفظه، ما هي كتب التفسير التي تعيننا على تدبر القرآن بعد حفظه؟ والله أنا أقول وما زلت أقول، ما يكفي أننا نعتني بحفظ القرآن الكريم فقط، لا بد أن نحفظ القرآن الكريم ونحفظ معه ما تيسر من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحفظ العقيدة الصحيحة مع تحفيظ القرآن الكريم. الخوارج خرجوا على المسلمين وقاتلوا المسلمين وهم يحفظون القرآن الكريم، ما يكفي أن نحفظ القرآن الكريم، لا بد أن نحفظ العقيدة، لا بد أن نحفظ علم الحديث، لا بد أن نحفظ الفقه.